بالنسبة للموضوع الصندوق يعني. طيب اروح بقى لنقطة مهمة جدا وموضوع فجر الاسلام، ويمكن انا هنا اتكلمت في النقطة دي ومش يعني مش عارف ما كانتش عجباني. انا كنت بشوف يروح من منتخب هنا يروح لمنتخب هنا، مهم موجود في اي حتة في المنتخب. وبرضه دي نقطة غلط بالنسبة لحضرتك، ما تسمح لي يعني لو انت مش مقتنع حد في الجهاز. كمل كلامك وانا هقول لك انا غلطت في حاجتين وانا هقولها معاك على الهوا، حاجتين بس اللي انا غلطت فيهم هقولهم لك. الحاجة الاولانية ان انا اول ما حسيت ان في مشكله هناك في معسكر كوستاريكا. ايه المشكله كانت؟ يعني المشكلات ان مفيش مستوى او مستوى المباريات مش اللي انا متفق عليه، او طيب. المعسكر مش اللي انا شايف ان هو ده المعسكر زي ما حضرتك قلت لي من شويه، يبقى كان لازم اتصل باحد افراد المسؤولين داخل الاتحاد المصري لكره القدم. الاتصال ده تم شويه متاخر مع الحاج عامر حسين قبل مباراه يوم 17 طيب. وشرحت له الموقف تماما. انا اتاخرت شويه لمده 4-5 ايام في هذه النقطه. النقطه الثانيه زي ما انت بتتكلم كده، لم اتعامل بالحده او بال مش هقول القسوه لكن بالمشروعيه، ان انا في وقت من الاوقات ان كان لازم اقف عند موقف احد اعضاء الجهاز الفني، خاصه يمكن بعد العوده من المغرب، ان هذا لا يصلح ان يكون معانا. فجر الاسلام مش هقول لك ضغوط وقعت عليا، لكن لظروف ثانيه والناس كلها عارفاها، او الناس المحيطين بالاتحاد الكوره والمحيطين ومعظمهم من صحفيين وعارفين يعني. انا قلت القصه قبل، فدي دي الغلطتين اللي انا وقعت. كان يتبع احد اعضاء مجلس الاداره السابقين في اتحاد الكوره. نعم، كان هو يتبع يعني يتبع احد اعضاء مجلس الاداره السابقين. كان في كان كان يدعى يعني ان هو ده تبع فلان، فما حدش يقدر يقرب. لكن كشغل كان هو مفيد للعبتك لفرقتك؟ لو مفيد للعبتك كنت خليته كريم، كنت خليته. نعم. يعني كان موجود لو مفيد فنيا كنت خليته. لكن مشيته ليه بعد الفتره دي كلها؟ لان كنا في فتره من الفترات كنا بنقيم، يعني فتره من الفترات بنحاول نقيم، فتره من الفترات بنحاول نصلح، في فتره من الفترات بنحاول ان هذه السلبيات الى حد ما تتحول الى ايجابيات. لكن احنا شفنا وخاصه الرحله بتاعت كوستاريكا، مش موضوع ان هو مجرد انه دخل مداخله، الموضوع ان هو كسر تعليمات في وقت احنا كلنا كنا متوترين فيه جدا. يعني كلنا كنا متوترين. ايه الحاجه اللي كسرت التعليمات؟ يعني انا قلت ما حدش يخش مداخلات بعد كابتن طارق السعيد ما طلع واتكلم وحصل دوشه كبيره جدا. قلت المسؤول عن المكالمات او اللي هيرد كابتن طارق السعيد وكابتن علاء عبد العزيز. تمام. انا فوجئت ان انا هم يعني قالوا لي حتى ان قبل مباراه كوستاريكا بدقيقتين دخل مداخله مع احد القنوات الفضائيه. طب انا قلت كده، طب انت بتعمل كده ليه يعني؟ ايوه، في معظم الاحيان هو على اتصال، وعلى فكره مش كلام، يسالوا اللاعبين، يعني اللاعبين عندهم فكره كويسه قوي عن هذا الموضوع، ان هو على اتصال دائم ببعض الاعلاميين، على اتصال دائم ببعض الصحفيين، مش عايز اقول اعلاميين، هم بعض الصحفيين يعني. مع عدم ذكر الاسماء، وده غير مطلوب. فانا شايف المرحله الجايه محتاجه هدوء اكتر، محتاجه تركيز اكتر، وبالتالي من حقي كرئيس للجهاز، وعلى فكره مش هاني رمزي بس، انا كل قرار باخده يا كريم لازم كل الناس تكون موجوده، جهاز فني وجهاز اداري وجهاز طبي. أيوة. احنا قعدنا مع بعض، والناس يمكن ما تعرفوش، ويمكن كمان فجر الاسلام اللي ما يعرفوش، ان احنا قلنا اولا انا لم اقيل فجر الاسلام من كوستاريكا. انا كل اللي اتقال فجر في المرحله كان قدامنا اسبوع شويه، يعني بناخد شويه من اختصاصات انه في حكايه العلاج الطبيعي او ده يبعد شويه لغايه ما نرجع ونعرض الامر على اتحاد الكوره، وهو له القرار الاول والاخير. ولكن انا كجهاز قعدنا مع جهاز طبي وجهاز اداري والجهاز قرار بالإجماع الفني، قرار بالاجماع ان الفتره الجايه لا يصلح فيها وجود هذا الشخص يعني. وبالتالي مش كان في مشكله حصلت في المغرب هو يعني قبل كده، ما ديت اللي بقول لك عليها، كان لازم بعد ما ارجع من المغرب كان لازم يكون ليا قرار اقوى شويه، كان لازم اصمم على قراري شويه، ولكن يمكن ده فرحه الفوز والوصول خلال برضو انا الكلام دوت، انا بقول لك انا اخطات في هذه النقطه. انا اخطات ان بعد المغرب كان لازم هذا الشخص ما يكونش موجود. ولكن زي ما بتقول حاجات كتير جدا كانت حوالينا، فرحه الفوز والتاهل و و و و بس برضو يعني اكيد حضرتك ليك مسؤوليه، وحضرتك بتعترف اللي انت بتقول كان لازم تكون اكتر حده. اكيد برضو كان ساعتها كان الاستاذ احمد مجاهد رئيس بعثه المنتخب في المغرب. مظبوط، كان برضو لازم يبقى ليه قرار لو في حاجه غلط حصلت من البعثه اثناء وجودكم في المغرب. هو الكابتن احمد مجاهد راى ان هو حتى ده شيء لا يذكر، وبالتالي ما ذكروش في التقرير اللي صدر منه، لان لم يرتقي لمرحله ان هو شايف ان ممكن يكون فعلا حاجه كبيره حصلت. هو كل اللي اتقال ان حاجه بسيطه واتلمت بسرعه جدا، يعني لم تتطرق الى فعل فاضح. لا، ده كان في مناقشه بينه وبين اي احد السيدات ان هو وبتاع، لا طب انا خدت من وقتي كتير، فانا محتاجه فلوس، وبالتالي الموضوع
من وجهه نظره ان هو خلصت عليه مين؟ مناقشه مع احد السيدات ايه؟ طب ما هو ده اللي حصل. طب انا بقول لك يعني مش بقول لك اللي حصل. ايوه ما اعرفش بقى كانوا بيتكلموا في تشامبيونز ليج ولا بيتكلموا على احوال الثوره مش عارف يعني. فبالتالي الموضوع خلاص يعني الموضوع يعني الثوره بالظبط انا مش عارف يعني. احنا كنا في المغرب وكان فيها برضه ثوره. انا كنت في المغرب برضه من اسبوع فاهم. فالموضوع ايه لقيت حد يتكلموا على الثوره؟ لا انا ما اتكلمتش خالص. طحت بلاستر على بقي. ماشي. الموضوع يعني اتاخد انه طبعا الكلام ده لم يذكر في التقرير اللي قدمه كابتن احمد مجاهد على اساس ان هو لا يرتقي مناقشه في الشامبيونز ليج. لا هو لا يرتقي لموضع المناقشه يعني. وبالتالي انا بقول لك تاني للمره الاخيره ان انا فعلا في هذا الموقف كان المفروض اخد قرار يعني. طيب ماشي. انا مش قادر هطلع فاصل بس. طب اطلع خد نفس. خد نفس. موضوع الشامبيونز ليج ده كان حلو. وارجع تاني مع الكابتن هاني رمزي.